النهاردة هنعمل قنديل الغطاس، وللاحتفال ده بننقي برتقانة تكون كبيرة، بنجيب دبارة كبيرة بنقسمها لتلاتة، وطبعا لازم يكون في شمعة عشان تنور من جوه، لأن طبعا هو احتفال الأطفال بيمسكوا القنديل ولازم يبقى جوه شمعة تنور زي الفانوس كده. أول حاجة زي ما قلنا بننقي برتقانة مميزة تكون كبيرة، وبعد كده هيترسم عليها من ثلاث جوانب صلبان. أول حاجة هنعلم من فوق البرتقانة دايرة بالقلم علشان هنقطع بعد كده بسكينة أو أي حاجة حادة الجزء العلوي للبرتقانة. عملنا الوقت الدايرة، هنبتدي بقى نعملها بالسكينة ونقطع الجزء العلوي منها. نعمل ثلاث علامات تحت الخط اللي احنا عاملينه ده، ثلاثة، واحد زيها اتنين هنا والتالتة الناحية التانية، يعني هما ستة علامات علمناهم بالقلم، واحدة هنا وبعدين هنا تانية وبعدين هنا وبعدين هنا والناحية التانية نفس الكلام. ليه؟ عشان بعد كده هنمسك الدبارة بالفتحات دي. هنبتدي بقى نقطع. بعد ما قطعنا الجزء العلوي من البرتقانة هنبتدي بقى بمعلقة نفرغ اللحم البرتقانة من جوه. نحاول بالسكينة اننا نوسع شوية عشان يبقى سهل علينا ان احنا نفرغه زي ما انتوا شايفين كده، خطوة بخطوة وان شاء الله تبقى سهلة وتعملوه. طبعا لازم يكون في طبق جنبنا عشان نحط فيه اللي بيطلع من البرتقانة. طبعا دي بتفرح قوي الأطفال، دي عادة بتحصل كل سنة في الغطاس زي أكل القلقاس والقصب، وطبعا كل ما كان فيه سوائل في البرتقان بتحطوها في الطبق علشان يبقى سهل عليكم تفريغ لحم البرتقان. بكده أصدقائي خلصنا تفريغ لحم البرتقانة، لكن عايزة أقول لكم معلومة أو حاجة لازم تحرصوا عليها، إننا لما نفرغ البرتقانة بالراحة جدا يعني تكون على مهلكه، لأن ممكن تتقطع القشرة حتى لو كانت تخينة، علشان كده لازم هنفرغ البرتقانة بمعلقة مش بسكينة. كده خلاص هنبتدي بقى من العلامات اللي احنا عاملينها دي التلاتة، نعمل فتحات عشان نحط الدبارة فيها زي ما فرغنا البرتقانة. هنفرغ برضو الجزء العلوي، فيه برضو بيبقى زي قشر أو لحمة، نفرغه من الجزء العلوي من البرتقانة اللي احنا قطعناه. هنجيب بقى مسمار بعد كده ونحاول اننا نفتح العلامات اللي احنا عملناها بالقلم عشان نعمل فتحات صغيرة. طبعا هتبقى ست فتحات زي ما قلنا لكم، ثلاثة سفلية وثلاثة علوية عشان تمسك الدبار. عملنا علامات للصلبان هنا، واحد وثلاث صلبان في البرتقانة، يعني زيها في واحد هنا وواحد هنا، يعني دول ثلاثة تحت كل يعني العلامات اللي احنا عاملينها، اللي هي الثلاثة اللي تحت الدايرة
واللي فوق الدايرة عاملين تحتها أشكال للصلبان، نرسمها بإن احنا نعمل نفرخ الصلبان دي بسكينة، سكينة رفيعة جدا، وبعد الصلبان هنعمل فتحة من تحت للجمعة. نبتدي بقى بالصلبان نفتح في الثلاث أماكن. أصدقائي عملنا الصلبان، هنعمل الفتحات دي نفتحها عشان نحط الدبارة. ابتدينا نعمل المسمار، ده هيساعد على اننا نفتحها بسهولة بعد كده عشان نحط الشمع. بنحاول اصدقائي نوسع الفتحات علشان هبتدي نحط الدبارة، وطبعا لازم في الشمعة اللي هنحطها جوه القنديل لازم تكون رفيعة جدا برضو، لان احنا عاملين فتحة صغيرة والبرتقانة طبعا صغيرة. حطينا بقى ابتدينا ندكك الدبارة دي في الفتحة، ويعني ايه نعملها زي حبل هيشد القنديل. لما نعمل التلاتة دبار احنا عملنا بقى طبعا في نهاية الدبارة اللي هي هتبقى من جوه البرتقانة عقدة كبيرة علشان نقدر اننا نربط من جوه البرتقانة، ما الدبارة ما تطلعش لما نمسكها. وبعدين لازم الشرشيب دي تتعمل بالمقص، تتقطع، تعمل نقطعها بالمقص علشان ما تولعش مع الشمعة، يعني نار الشمعة ما تولعش في الفتل دي عشان يبقى طبعا حاجة آمنة. دي أول واحدة، نبتدي بقى نعمل التانية. زي ما شفتوا أصدقائي خلصنا الثلاث دبارات، واحدة اتنين تلاتة. هنعمل للجزء العلوي الفتحات برضو علشان الدبارة تدخل منها، وهيبقى شكلها جميل جدا هتشوفوه إن شاء الله. احنا كده ضبطنا الغطاء، الفتحات اللي هي في الجزء العلوي من الغطاء البرتقانة علشان هنحط الدبارة هتطلع من الفتحة الفوق وهتمسك، هيبقى زي ايه علقة. هندخل الدبارة زي ما انتوا شايفين والدبارة التانية برضو. التالتة زيها بالظبط. خلاص ركبنا الدبارة، مسكنا بيها الجزء السفلي بالجزء العلوي، وعملنا بقى شكل القنديل زي ما انتم شايفين. هنحط بقى الشمعة دلوقتي ونولعها عشان تشوفوها كأنديل. حطينا الشمعة بقى جوه وهنولعها. Thank you.
قد ايه جميل شكل القنديل. وطبعا زي ما انتم شايفين الشمعة مولعة، الأطفال بقى بيمسكوه كل واحد معاه القنديل بتاعه، يعني احتفال جميل جدا. يعني كل سنة وانتم طيبين. قدرنا نكون شرحنا لكم بخطوات سهلة تعملوه بقى علشان عيد الغطاس. كل سنة وانتم طيبين، وتحياتي قناة ميرو للمعلومات والطبخ.